مرحبا، اليوم راح نحكي عن أدوات وأساليب بسيطة للتحايل على الغرق، التعب أثناء السباحة، وشوي صغيرة عن عمليات الإنقاذ البسيطة. إحنا كسباحين مش لازم نتدخل في أي غريق، لازم ننادي المنقذ، وإذا ما كان موجود راح نحكي عن شوية أساليب ما تشكل خطر علي وأعرف أساعد الشخص الغرقان هذا. تعالوا نشوف كيف راح نسوي هاي الأساليب وشو أهميتها وشو أهمية معرفتها كمان بالنسبة إلنا. تفضلوا معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقاء. اليوم راح نحكي عن موضوعين كتير مهمات ومهم من أي شخصين. الأول راح نحكي عن أساليب وطرق للتحايل على أني لما أكون أنا تعبان في وسط البركة أو في حالة أني راح أغرق إذا ما كملت أو ما كانت الحفة قريبة. والقضية الثانية راح تكون عن معرفة كيفية التعامل مع غريق، وهي كثير مهمة. أول إشي راح نحكي عن الموضوع الأول. مثلا أنا بسبح في وسط البركة، ما شاء الله عني كل شيء تمام، بسبح كرول أو صدر أو فراشي إلى آخره. صار معي ستيف، لا كنت بعرف أسبح فراشي، مش راح أكيد أكون أتعامل مع الحالة. صار معي ستيف مثلا، شو بسوي في هاي الحالة؟ أول إشي بعمله طبعاً ستيف بالإجرين مباشرة، ستيف السباحة بالإجرين، مش راح يصير بالإيدين، يعني نادر جداً 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 ما يصير ستيف بالإيدين، يعني يجوز من كل مليون حالي حالي ستيف الإجرين مباشرة. أنا بكون على بطني بسبح، صابني ستيف، أول إشي ما بقعد أصيح مشان ما أشرب مي، هو الألم راح يكون فظيع وشديد جدا. شو بسوي؟ بقلب مباشرة على ظهري، صاب مستيف، وبرفع الجزء المصاب بالشكل هذا، وبعتمد على إيدي كليا. أنا لما أكون برجع راسي بكون في أمان، بعتمد على الجراي على يدي عفوا كليا، وبحاول اوصل اقرب نقطة. برفع اجري بالشكل هذا كمان مرة، وبحاول اوصل اقرب نقطة. شكلي وضعيتي بهذا الشكل في المي مش راح يغرقني، يعني ما تخاف، خلص الاجر السليمة مدها، الاجر المصابة رجعها عليك بالشكل هذا مشان ما تزيد سوء، وبدفع بإيدي لأقرب نقطة، وإذا أمكن بنادي صوت صغير لأي حد حوالي إنه يطلع علي أو ينتبه لي أو حتى يساعدني للحفرة. هاي بخصوص الستيف. أنا بسبح مثلا تعبت، ما صار معي ستيف، ما عرفت أقلب على ظهري، بس يعني لازم يكون انه مش صاير معي ستيف، اني انا فقط تعبان. شو بسوي؟ بعمل تمرين اسمه تمرين البابلز، وانا في وسط البركة في منطقة مياه عميقة. شو هذا التمرين بيحكي؟ بيحكي انه انا لازم افضي النفس كاملا، اول اشي ارفع ايدي وانزل، ينزل راس تقريبا لهون وارفع ايدي وافضي النفس كاملا. شو بترتب على هذا الأمر؟ بترتب عليه إني أنا بنزل ولكن بشكل سريع مش بطيء، وبوصل الأرض. أنا متى ما وصلت الأرض أنا أعتبر في أمان. تخيلوا كل هالمي فوقي، كيف يعني أنا في أمان؟ أنا في أمان لأنه بلحظة صغيرة أنا بندفع من الأرض وبطلع فوق. أنا لما أكون على أرضية المسبح في منطقة مياه عميقة، بس ما بكون واقف، بكرمز أو بطوبز زي ما بيحكوها خطيرتنا، بكرمز وبنط
حتى لو كنت في المي. طلعه، بطلع، باخذ نفس، برد بنزل، بكرر التمرين هاد 5 مرات. بين نازل طالع نازل طالع، وانا نازل لازم افضي نفسي كاملا، ما يضلش ولا طرطوشة نفس. بنزل وبطلع، بنزل وبطلع، بس اخلص الخمسة يكون نفسي ارتاح شوي، او ارتاح اكثر من النص حتى، مش شوي افضل. بطلع بزد حالي على ظهري، اذا ما عرفت بزد حالي على بطني، المهم ازد حالي بطريقة مائلة اما على البطن واما على الظهر. بكمل السباحة، بروح لمنطقة قريبة من الحفة او منطقة قريبة من مياه غير عميقة، وبوقف وبستريح. وهيك احنا نقدر نتحايل على الغرق. هدول الطريقتين كتير سهلات وكتير مفيدات، وهذا كان هو قسمنا الاول. تعالوا نحكي عن القسم الثاني اللي هو بيهمنا كتير، خاصة لإخواننا وحبايبنا اللي بيروحوا بيستجموا على شواطئ أراضينا المحتلة في الداخل. وللأسف سمعنا كلياتنا عن حالات الغرق اللي صارت، لأنه المي بتخوف والمي ما في معها مزح أو ما فيها شجاعة حتى. حدا غريق، لنحكي عن البركة أولا. حدا أنت شفت غريق في وسط المسبح، أنت بتعرف تسبح وبتعرف تسبح منيح كمان، ما تحاول أبدا أنك تنزل تنقذ، لأنه أنت ما بتعرف الأسلوب الصحيح، ما بتعرف الأسلوب الصحيح لإنقاذه. أولا أنا ممنوع أجل الغريق من الأمام، لأنه هذا غريق إن مسك فيه رح أغرق أنا وياه، مش رح أفلت منه. في عدة قواعد ما بدنا نقعد نشرح فيها، لأنها هاي دورة إنقاذ بتصفي. يعني بس مثلا ممنوع تيجي غريق من أمامه. أنا في عندي أدوات مساعدة في البركة، في عندي عصاي، وفي عندي عصايتين، مش عصاي طوال بيكونوا، واحدة بتاعت الشبك وواحدة بتاعت الإنقاذ. ممكن أمد أي واحدة فيهن أستخدمها، أمد له إياها أسحبه. في عندي العجل، العجل الدائري البرتقاني، وبيكون عليه حبل لونه أبيض، مميز جدا هذا للإنقاذ، مميز جدا العجل. برميله إياه، بس بنتبه برميله إياه جنبه، ما برمي عليه، لأنه هذا العجل نوعيته خاصة وتقيل، يعني ممكن يؤذيه، ممكن يفشخه، قاسي جدا العجل هذا. هاي أدتين مساعدات موجودات حوالي البركة، مهمات جدا. غير هيك بدور على المنقذ، إذا كان مثلا داير ظهره بحكي مع حدا، بنادي على المنقذ. هذا أول إشي لازم أسويه، ما أتطوع من كون نفسه وأروح أنقذ، أنا مش منقذ. الطريقة الثالثة، ممكن أنا ما ألاقي أي أداة مساعدة، أو ممكن وأنا أسبح ضربت في الغريق وما كان حدا شايفنا مثلا، على سبيل المثال. شو بعمل أنا في هاي الحالة؟ باجي من وراه، ممنوع ألمسه، بحط إيدي التنتين، أنا كسباح مش كمنقذ، ركزوا معي، بحط إيدي التنتين وصير أدفع فيه شوي شوي، أدفع فيه، بدفعه وببعد، ورد بدفعه وببعد، عشان ما يمسكني. حياتي أهم من حياته. ليش حياتي أهم من حياته؟ لأنه إحنا بواحد، مش لازم نصير باثنين. بدفعه كمان مرة، وبدفعه على بين ما أوصله للحفة. وهدول هيك أنا بكون أول إشي ما شكلت خطر على حياتي وأنقذته. إذا إنقاذ إله بده يشكل خطر على حياتي، رجاء ما تتدخل. بخصوص المسائل الاستجمام على شواطئنا في الداخل المحتل، شباب اقرأوا عن السباحة في البحر رجاء، أدوات بسيطة للتعامل، التعامل مع التيار، التيار أقل بالبيت متر، بسهولة جدا ممكن تطلع منه إذا سحبك التيار، دوامات، أمواج، الموج مثلا ممنوع تسبح مع دغري، ممنوع تكون مستقيم في الموج، لأنه كل ما تسبح رح يرجعك ورا، إذا أنت كنت جاي من نص البحر مثلا،
كل ما تيجي تكرم على الشط بزتك برجع بزتك بدوس، لازم تسبحوا في البيت. هي أدوات بسيطة للتعاون، بس لازم يكون كل إنسان يعرفها، بيعرف يسبح أو بروح مستجم على البحر. في علمين معروفات، العلم الأسود منطقة ممنوع السباحة في كل العالم يعني، والعلم الأحمر مسموح السباحة. رجاء متى ما شفت العلم الأسود على الشواطئ ما تحاول تنزل بالليل، مش بالليل، بعد قبل المغرب بنص ساعة أو قبل المغرب بساعة حتى ممنوع تنزل على البحر، خلص انتهى مجال الرؤية بصف محدود جدا. رجاء منطقة صخور لا تحاول تسبح فيها ولا تحاول تقرب عليها، تفرج عليها، وقف على الشط هيك وتفرج عليها، ما تنزل عندها جدا مؤذية، ضربة الموج ممكن زتك على الصخرة تقتلك. الأمور هاي بسيطة، تخيلوا كم هي بسيطة، ولكنها ممكن إنها تنقذ حياتك. ودمتم سالمين، إلى اللقاء.